يقول هذا السائل: كما تعلمون بأن هناك نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، هل هناك صلاة مستثناة من هذا النهي؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. من العلماء من يرى أنه لا صلاة نافلة في أوقات النهي عموما، إلا ما جاء في الاستثناء ركعتي الطواف، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. فتستثنى ركعة الطواف تفعل في أي وقت طاف المسلم. ومن العلماء من يزيد على ذلك بأن يقول: كل ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي لأنها معلقة بأسبابها، فإذا وجد السبب فإنها تصلى هذه الصلوات، مثل صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، تحية المسجد، هذه كلها متعلقة بأسبابها، فتفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. ومن العلماء من يرى أنه لا يستثنى إلا ركعة الطواف، وأما بقية النوافل فلا تفعل في وقت النهي لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا يعم جميع النوافل. نعم.